طيب معي دكتور صبري عباده مستشار السيد وزير الاوقاف. مساء الخير يا دكتور صبري. اهلا مساء النور يا فندم. عندي سؤال مرتبط بداتا بمعلومات جايه لنا من استطلاع راي. استطلاع الراي بيقول انه لما سالنا الناس قلنا لهم كده في رايك الشخصي انت موافق ولا مش موافق على وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق، فمركز بصيره في فبراير اللي فات ده لقى انه 63% من المصريين بيقولوا لا احنا مش موافقين على وقوع الطلاق الشفوي او الشفهي بدون توثيق. هل لحضرتك قراءه في هذه المساله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذه القضية قتلت بحثا واستطلاع لابد أن يكون من 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 ذو خبرة أو علم عن هذه القضية حتى يكون رأي سديد. لكن إذا كان استطلاع رأي من عامة الناس ومن البسطاء ومن الذين ليس لديهم معرفة دينية أو فقه ديني فلا يعتد بهذا الاستطلاع. نعود إلى أصل القضية وهي قضية وقوع الطلاق الشفهي أي الطلاق. عندنا قاعدة فقهية بتقول ما لا يتم العقد إلا به لا ينفك إلا به. عقد الزواج هو إحدى العقود الرضائية الذي ينشأ بناء على قبول وإيجاب من الزوج أو من الزوج ولي الزوج أو الزوج. ولكن إذا استحالت العشرة وأصبحت العشرة مستحيلة بعد أن استنفذت كل طرق الود والإصلاح وكان الطلاق هو السبيل لهذه القضية، نص القرآن الكريم وقال وإن يتفرقا يغني الله من كل من سعة. أي القضية الطلاق ليست في المقام الأول الفراق والخلافات والاشتقاق وفقط، ولكن ربما تكون حلا للموضوعات وعلاجا لقضايا. هذا الأمر ديني وليس اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو أي شيء، ولكن أنا راجل معتقد ديني وهذا الاعتقاد الديني عندي سواء في المسيحية أو في اليهودية أو في البوذية أو في أي ديانة رسم لتابعيه والمؤمنين بهذا الدين طريق في الزواج والطلاق وما إلى ذلك. لكن الإسلام الحنيف وهو الديانة السماوية الخاتمة جعلت من الطلاق هو السبيل لإنهاء العلاقة الزوجية، وحالة أن يتلفظ الزوج بكل ما لديه من قوة عقلية واستقرار نفسي ودون أي مؤثرات يبقى إذن اجتمعوا على أن الطلاق هو السبيل الوحيد لإنهاء العلاقة الزوجية. خلينا نقول للناس بقى إيه هو؟ ما هي ثقافة الزواج؟ وما هي العلاقة بين الرجل والمرأة؟ وما هي حقوق المرأة عند الرجل؟ وما حقوق الرجل عند المرأة عند الرجل؟ حتى يعلم الشباب والمقبلين على الزواج أن الزواج ليست علاقة جسدية، ولكن الزواج هو علاقة روحية قدسية إيمانية ثم يتبعها العلاقات المادية. طب دكتور صبري معلش قبل حضرتك ما توصل للنقطة دي ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هل تتسع مظلة الإسلام لتشمل من يجتهد فيرى أنه بما أنه العلاقة في الأصل الزواج يعني والثقة أمام مأذون أو أمام أو عند الدولة فلا بد كمان إنه حينما تنتهي هذه العلاقة اللي حضرتك وصفتها بأنها علاقة رضائية يعني قائمة على رضا الطرفين ألا تنتهي إلا بالتوثيق أمام المأذون أو أمام أو عند الدولة؟ أولاً الطلاق لا يتم بالنسبة للمأذون بيكون استنفذت كل السبل يعني راح للمأذون جاهز خلاص انتهينا عشان أنهي العلاقة المادية والعلاقة القانونية التي بين الرجل والمرأة. هذه الأولى. الأمر الثاني المأذون استحدث من قوانين لما حدث من خراب الزمن. أنا عاوز أقول لسيادتك لو بصيت للطلاق وقلنا للناس أن الطلاق الواقع الذي هو يوجب الفراق بين الزوج والزوجة هو الطلاق المنجز، أي وقع من إنسان بدون مؤثرات دون أدنى أشياء تخرجه عن حد الطبيعة يبقى هذا الطلاق أنا خلاص استقريت على أن أنا عاوز أطلق. لكن الطلاق الهازل، طلاق الاستكران، طلاق المكره، طلاق في إغلاق في غضب، الغضب له حد أدنى وأعلى اللي هو يغير الطبيعة، لا يقع لا يقع لا يقع لا يقع لا يقع علي الطلاق ما يقعش. أنت طالق إن ما رحتيش بيت أبوكي يبقى هذا معلق. قال أنا مش عدت بحبك وما تدفعيش لي يا زوجة هذا ليس بطلاق. كل هذه ألفاظ ليست بطلاق. لكن احنا عاوزين نقول حاجة واحدة، لما انت تستقر زي ما نقول اليمين المنجز
المنجز المنهي للامر نهائيا. ما اقدرش ان انا اقول للناس انا النهارده قلت للاستاذ معتز دكتور معتز انا عليا ليك 100 جنيه خلاص انتهت مفيش فيك، لكن انا ملزم ادبيا ملزم اخلاقيا. الاسلام جعل من اللفظ دليل على ما يدور بداخل الانسان، وجعل من الكتابه اقرار من عما اعتقده الانسان، وجعل من الاشاره دليل على الفعل الذي يصدر عنه. يعني كل دي هذه ادله تدل على ما بداخل الانسان. انا النهارده لو شاورت لسيادتك باشاره يفهم منها ان انا بتوعدك لامر سيء خلاص انا لازم اخد احتياطي. اشاره فقط لغير. انا لو كتبت اقرار على نفسي مثلا بطلاق زوجتي لازم يقع الطلاق. تمام. شكرا يا دكتور صبري، شكرا جزيلا. هنا